في إطار مبادرات حياة كريمة تعمل الدولة على التنمية الشاملة للريف المصري، ومن أجل ذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تأهيل وتبطين الترع على مستوى محافظات الجمهورية ومن بينها محافظة القليوبية. يخص محافظة القليوبية 410 كيلو بتكلفة حوالي 1.3 مليار. بينضاف لهم بقى بالنسبة لحياة كريمة ضفنا 142 كيلو، كده التكلفة الإجمالية كلها بالنسبة لمحافظة القليوبية 1.9 مليار. هنا في ترعة أم الفئران بالوحدة المحلية بالجعفرة التابعة لمركز شبين القناطر يسابق العاملون الزمن لإنجاز المشروع الذي يخدم عددا من القرى. فاضل لنا حوالي شهرين وننهي المشروع تماما، احنا وصلنا ل 65% او 66% من المشروع، فاضل لنا حوالي ما يقرب من 3 كيلو وننهي المشروع تماما. ويرى المواطنون ان مشروع تأهيل الترع له فوائد متعددة. اتعمل لنا اكتر من 10 طرق لترعة ام الفئران، بدا يبقى في طرق الناس تمشي عليها، بدات المياه تبقى نظيفة وكويسة، بدا يبقى في ري كويس. وتم اختيار قرى مركز شبين القناطر البالغ عددها 36 قرية و148 عزبة وتابع ضمن المشروع القومي لتنمية الريف، بناء على توجيهات رئاسية تعمل الدولة على التوسع في مشروع تبطين وتأهيل الترع بتوفير الموارد اللازمة لهذا الغرض في إطار مبادرة حياة كريمة، نظرا للمردود البيئي والاقتصادي لهذا المشروع، ومن ناحية أخرى توفير الموارد المائية وزيادة الإنتاجية للأراضي الزراعية. من قرية الجعفرة بالقليوبية، محمود العزالي، التلفزيون المصري.